ها ولا يا السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا سيدي. بخير ياك. كنبانو ياك. نشوف كنبانو. يا سلام. وقفنا هنا في واحد البلاصه نديرو واحد نرتاحو شويه كانت مشينا بزاف. وقفنا حدا هاد البلاصه. اسمع هادشي. اسمع هادشي يا واحد البلاكا هنايا تيمجري وين اخيرا وصلنا الى اولوس. شحال هاد الباب؟ المحطه الاولى ديالنا ان شاء الله غنقنع ديالك بالصك. بابا دابا اشنو هادي البورتاج ديالنا حطيناه هنايا في اولوز. هنا فين تغدينا جلسنا شوية ارتاحونا. البورتاج ديال الدراري هو هذا. حنا ستة ديال الأشخاص الأصدقاء. اوبا ولا اخيرا وصلنا الى هذا المكان. كاين شي هاك 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 ها يا الفلاطه ما تسميو دوارات ها الدوار شنو سميتو امشي الزهر. وصلنا لامشي الزهر جمعية الله الله الله. كاين شويه ديال البرد بعدا. ان شاء الله الوجهه ديالنا هي الله كيفني.
العشية هذه اللي ستة العشية حنا الله طالعين إن شاء الله نشوف فين غادي نوصلو. فيما دركنا الليل غادي نباتو قدرنا نوصلو للبحيرة راه مزيان مقدرناش نشوفو شي بلاصة نتخباو فيها نطلو فيها حتى غدا إن شاء الله. البلاصة زعما زوينة يا سلام. هنا مقر جمعيته تكتيرت هذا هادي عزرين مزينين تك تكترت الدوار سميتو تكترت شي اسماء صعاب شوية رغم انني اتقن اللغة الامازيغية الا ان بعض الاسماء لا اتقنها لان الامازيغية فيها بزاف ديال اللهجات داكشي علاش تكترت جات من الكثرة شحال سموها تكترت. المهم هنا زوين هنا كاين الواد كيدوز منو الماء وانا غادي في الطريق وعلى اليمين ديالي كاينين الطيور وعلى اليسار ديالي كاينه الطبيعه وبراس الواد. الخلفيه من هنا يا سلام هاد الزرين مزينين من كانت كامل لاباس داروا مشي بخير؟ مش مي دوار هذاك؟ تيسكن تيكتر تيسكن يا والو يا خلص يا يلا كل يحفظ ربي باش نين تيسكن ها عندهم هنا الدواوير واحد تابع الاخر طلع شولت هادوك في نفس الفيديو قالوا لي تيكتر هادوك قالوا لي دوار اخر هوبا هنا الاشجار تقول و موصلة مسلمة ولا النيل تحت كاين الربيع والطبيعة والخضرية نجوج مع هاد الخريف اللي كاين بين هاد الأغصان داكشي منظر ولا أروع فوالا هذا هو آخر دوار اللي كيفصلنا على الله كيفني. من بعد هاد الدوار ما كاين حتى شي دوار حتى كتوصل لك من المقرر أننا نباتو هنا حتى الغدا إن شاء الله ونستأنفو المسيرة ديالنا. المهم اللي بتنا هنا راه كاين ما يتشاف فوالا هنا كاين الجبال وهنا كاين الطبيعة وهادو الإخوان ديالنا اللي غاديين ستة ديال العناصر خمسة وهنا هو السادس. الدجاج الدجاج هو هذا ديري يقول واعر طلع فيه فلوق واعر ولكن ما فيه الدجاج ما عندكش الموهبة خاص. احنا مازلنا نسيرو على الطريق المهم كنفكرو نباتو هنا نكملو الله المهم ما عرفناش مازلنا مدبدبين بين ذلك حنا كسالى معكازة ما فين اللي تمشى ولينا واحد الصك ما نعاودش ليكم شحال فيه بس 20 كيلو شحال تقيل هادشي صراحة ما عولت عولت على داك واحد 5 كيلو تزدت ليها غير من بعد غير ديال الماكلة وما اتفقت معاهم في هاد الفكرة ديال نجيبو الماكلة ونقسموها بس
كل واحد يجيب ماكلته ويجيب داكشي اللي قاد عليه ويديروا الصاك ايميتريز الصاك ديالو من الدار. ما يديرش مثلا بحساب والو انه يطرق شي، لكن يطرق شي حاجه في الطريق يدير بحسابها ويدير بحسابها حتى في الكيلوات. هذا مكان يلا لكم الاطفال يلعبون ويمرحون، ولكن الاشكال عندهم عنده واحد الشجره هنا وسط التيران كما كتشوفوا، شجره وسط ديال الملعب داكشي يطلع. يا سلام تبارك الله عليكم الشباب. ها دار القلب بغيتي نطلع عندهم. هوبا بصحتكم كاملين. غادي نشوفوا هاد البلاصه نقدروا نباتوا في هاد البيت هذا. بسم الله بسم الله والله وانا شوفوا هاد البيت الاولاني، هادي قاعة صالة زعما بغيت نقول لكم صالة تقليدية واعرة. لالا أمينة وانا مصطفى هنا دير واحد دراري اخواني اخواتي. يا سلام يا بط بونجور راه كاين البرد وهادشي راه شكل البرد انا باش هانيت البرد. يا سلام هنايا وصلنا لهاد الدور هذا هنا فين نبعتو ان شاء الله. انا بعدو في هاد لوبيرج هاد البيت خلى علينا واحد السيد نباتو عندو في الدار غدا ان شاء الله ونكملو الطريق ديالنا. ولكن هاد البلاصة راه يا سلام درنا واحد الجلسة هنايا ندير واحد كاسكروت خفيف ظريف مع الاخوان. داكشي راه يا سلام نشوف هو هذاك كاين شوية البرد بارك الله عليكم. فوالا صافي بعد ما تعشينا الدراري راه ناعسين اختارين هاد البلاصة بيتنا فيها ان شاء الله. واحد مزال كيشخر واحد مزال كينعس نصحي.